فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذين يدعون إلى التقليد الكامل إلى التقليد الكامل وتقليد مذهب معين في جميع الأمور، يحتجون بأن الشخص إذا لم يقلد مذهبا معين في كل مسألة فإنه سيتبع هواه وسيتبع الرخص، فهل احتجاجهم؟ قلنا لكم تقليد عند الضرورة، إذا كان إنسان جاهل فهو يقلد من يثق بعلمه ودينه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بهذا الشرط، إن كنتم لا تعلمون. فالتقليد ما يجوز إلا في هذه الحالة. أو يقولون المجتهد أو الذي عنده قدرة على الاجتهاد إذا ضاق عليه الوقت ولا يمديه ينظر ويجتهد يقلد في هذه الحالة للضرورة. إذن التقليد إنما يجوز عند الضرورة ولا يجوز عند السعة وعند القدرة على التوصل للحكم الصحيح. نعم.